من بداية الربع الثاني من هذا العام والجميع يسلط الضوء على الضعف الكبير بالنسبة للاقتصاد الصيني، هذا الضعف الذي أثر على أسعار النحاس، على أسعار الحديد وأيضا على أسعار النفط. يبدو أن الربع الثالث وحتى نهاية العام الصورة قد تتغير، هذا على الأقل ما أشار له جولدمان ساكس في تقريره الأخير الذي أشار إلى ارتفاعات في الطلب سواء على الأيرون أور، على الحديد أو عمليا على الصلب أو حتى على أسعار النحاس وحتى على النفط. نحن نعلم بأن الاقتصاد الصيني يعتبر أساسي كعامل للطلب على السلع سواء السلع النفطية أو حتى السلع الأساسية، هذا ما بدأنا نشهده. كان لدينا حتى آخر الأرقام ارتفاع في الطلب على الكوبر، على النحاس ب 8% بشكل سنوي. قد يتساءل البعض من أين يأتي هذا الطلب إذا ما كان القطاع العقاري في معضلة، إيفرغراند وكونتري جاردن وغيرها. هذا الطلب جاء مدعوما بشكل أساسي بنمو الاقتصاد الأخضر، وتحديدا عندما نتحدث عن المشاريع والإنستوليشن وعمليات تركيب الأمور التي تتعلق بالطاقة الشمسية السولر بحد كبير، والتي تعتمد بشكل أساسي على الكوبر. وبالتالي الاتجاه نحو السولر انرجي بشكل أكبر والسولر إنستوليشنز دعم بشكل كبير الارتفاع التي شهدناها في أسعار النحاس وحتى بما يتعلق بالآيرن أور أو الصلب. الملفت أيضا بأن الطلب على النفط كان يرتفع معنا خلال الفترة الماضية، هذا لاحظناه من تحديدا الطلب من المصافي الصينية الذي كان يرتفع شهر بعد شهر. نعم معظم هذا الطلب لم يكن لتلبية الطلب المحلي من قبل المصافي، ولكن المصافي الصينية كانت تستفيد من المارجن للصادرات وبالتالي تزيد من حجم مخزوناتها من النفط لتكرره ولتعمل على تصديره خارجيا. عموما البيانات الاقتصادية الأخيرة التي شهدناها كانت أيضا إيجابية، نشاط المصانع الصيني ارتفع للشهر السادس على التوالي، هذا يعطي إشارة إيجابية أيضا حول مستوى الطلب على النفط من هذا الاقتصاد. نحن طبعا لسنا في نهاية المخاطر ما يتعلق بالاقتصاد الصيني وخصوصا في ظل الوضع بالنسبة للقطاع العقاري، ولكن هذه الأرقام تبدو إيجابية وجولدمان ساكس يتوقع المزيد من الارتفاعات بالنسبة سواء للصلب أو حتى للنحاس والنفط خلال الفترة القادمة.